غدا في نهار جديد نفتح ملف أزمة غلاء السلع التموينية، وهل الوزارة قادرة على سد عجز السلع الناقصة في المجمعات الاستهلاكية؟ وأين وصلت أزمة السكر والأرز حتى الآن؟ مع ضيفنا عصام السروجي رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية للتجارة التابعة لوزارة التموين، نستقبل كل اتصالاتكم والشكاوى المتعلقة بكم في نهار جديد. انتظرونا غدا 8 صباحا على النهار اليوم والنهار وان.